حد في مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير قبل ما يتغير اسمها، كان اسمها شركة مدينة نصر، كلمني قال لي احنا انا عارف انك بتشتري اراضي صغيره وبتطورها، احنا عندنا بنبيع اليومين دول اراضي، مش عايز تشتري ارض؟ قلت له عايز، بس يعني انا برضو انتوا اراضيكم كبيره وانا مش قد يا عم الحاجات بتاعتكم دي. قال لي بس تعالى وشوف، لو عندك فكره حلوه مجلس اداره عايز يسمع افكار جديده عشان تحسن من المنطقه فرحت عرضت عليهم فكره كانت بتراودني، انبهروا بالفكره وقال لك ادوا له الارض، وبالعكس الدولي بترمز كويسه جدا. فاشتريت منهم الارض وفجاه بقيت مطور، وفجاه بدا الاسم يسمع وبدا يقول لك ايه عبد الله سلام دخل في التطوير وبدا بعديها بسنه لقيتهم بيكلموني احنا عجبنا الفكره اللي انت عملتها في الارض الاولانيه لسه ما كانتش اتنفذت ده حتى، بس بدانا اللونش يعني، ما تاخد ارض تانية وتقب بقى على وش الدنيا، تاخد تعمل كومباوند، تاخد ارض اكبر شويه 27 فدان. قلت له بص يا جماعه واحده واحده ومش عارف مين، والدي كان ساعتها يقول لي يا ابني انت مش كنت بتقول لي اسيت مانجمنت المهم ايه، طب نسمع عندك فكره. قلت لهم معايا الافكار كتير. رحت قعدت مع مجلس الاداره اعضاء منهم وحكيت لهم فكره الكومباوند اللي في دماغي، نفس القصه ادوا له الارض. الراجل دوت عنده فكر، خدت الارض الثانيه، ارض ضخمه جدا وكان فيها ريسك كبير جدا ان احنا نخش بقى مجال التطوير على مصراعيه بمعنى الكلمه، بامكانيات لسه انت مطور جديد ولسه برضو مهما كان العيله وبتاع انت لسه في مجال التطوير واحد جديد يعني. والحمد لله ربنا كرمنا وايذ بيه بعد سنه تانية الاقيهم بيكلموني بيعرضوا عليا عرض تاني خالص بقى. انا قلت فاكرهم هم بيكلموني يقولوا لي تعالى خد الارض الثالثه، قالوا لي تعالى امسك شركه مدينه نصر. فدي كانت هو انت اللي قررت تغير اسمها، انت اللي اقترحت تغير اسمها؟ بس لقيته ليه اخترت فكره مدينه نصر؟ بص كان تحدي كبير جدا. انا اشتروا شركتي ساعتها عشان ابقى قفلت القصه دي، اشتروا شركتي وبقيت اونر في شركه مدينه نصر بحصه شركتي بتقييم شركتي ديت، وبقيت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ليها، والحمد لله ما بعد ذلك كان توفيق كبير قوي من ربنا. حته تغيير الاسم دي كان تحدي كبير جدا. انت بتلعب في شركه جزء من وجدان الشعب المصري. انت انا دايما التشبيه اللي بستخدمه بقول لهم انا تغيير الاسم ده كنت بحس ان انا بدهن الهرم احمر. عارف انت داخل بتخبط في حاجه كبيره قوي. تراث وعراقه وتاريخ وحي مدينه نصر مربوط اسمه باسم الشركه وهي اللي بنيته وطورته، وشركه عمرها حاجه و60 سنه قبل ما انت تتولد اصلا كمان في تراثها في مشاكل طبعا. يعني عندها طبعا حاجات كويسه طبعا وتاريخ بس طبعا كان عندها مشاكل طبعا. التحدي بقى كان في تغيير الاسم، ان انت عايز تحافظ على اللي انا لسه قايله ده، عايز تفضل مهما كان الاسم الجديد ايه تفضل الناس فاكره ان ده الشركه صاحبه التراث والعراقه والتاريخ والحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت لهم احنا حاجه جديده خالص ورايحين لافاق تانية خالص. فهو جت بقى الهام من ربنا. انت كنت تقصد فكره مدينه مصر ان دي المدينه الاولى في مصر او الاجمل في مصر؟ المعنى هشرح لك لان حصل لغط كبير جدا. ايوه طبعا الدنيا قامت مع بس مصر خلاها مدينه. انت عارف احنا اتعمل احد الصحفيين الكبار عمل استجواب لرئيس الوزراء في مجلس النواب لمناقشه هذا الامر، تغيير اسم شركه مدينه نصر وازاي والتاريخ الموضوع ببساطه. الاسم اول حاجه العبقريه كانت انك تغير حرف واحد من نصر لمصر وتدي معنى تاني خالص، ويفضل الناس لغايه النهارده بتقول مدينه مصر عارفه ان دي اللي كانت مدينه مصر. هو بيقول لك اللي كانت مدينه اللي كانت بالظبط كانها جمله. يعني مدينه مصر اللي كانت مدينه نصر. غصب عنك دماغك بتفكر كده لغويا ونحويا وكل حاجه. الناس ظنت ان احنا بنصغر اسم مصر من دوله المدينه. الموضوع كبير. اول حاجه مصر اسم علم، انا مش لغوي يعني متخصص شاعر بس مصر اسم علم. تضيف لي اي اسم نكره فهو المضاف اليه، مش مضاف اليه بمعنى كلمه نحويا بس هو اللي منسوب ليه. حط اي حاجه بقى، حط مول مصر، حط محطه مصر، حط كبابجي مصر، حط مكواجي مصر، حط مدينه مصر، هو كله منسوب لمصر. مصر هي الطاغيه على اللي قبليها. ايوه طبعا. ازيدك من الشعر بيتا. ثم المعنى اللي احنا كنا نقصده ان احنا هنبني مدينه في كل حته في مصر. وان احنا لما هنطلع بره مصر هنبقى بنمثل مصر وهنبني حته من مصر في كل حته نروحها. دي كلها معاني جانبيه. مدينه لغه يعني البلد، حتى في القران وجاء من اقصى المدينه اللي هنا المدينه هنا يعني بلد. فالمدينه لغه يعني البلد، ومصر لغه يعني المدينه. عيش بقى في البلاغه وفي وبعدين لما الناس اعترضت قلت لهم يا جماعه ده من دواعي فخر الصين مثلا وهي حضاره كبيره ودوله كبيره ان لها تشاينا تاون في كل مدينه كبيره في العالم. ايوه احنا عايزين نعمل دي، احنا عايزين يبقى في مدينه مصر في كل حته في العالم. وازيدهم بقى كل ده، دخلت في نقاشات واستجوبت ورحت في اجهزه الدوله واتكلمت. قلت لهم في 17 مدينه في امريكا واكثر في العالم اسمهم ايجيبت. طبعا لما بنسمع معلومه زي دي بنفخر.
ايه ده امريكا مسميه ايجيبت؟ محدش ساعتها يقول لك ايه ده ازاي يسموا على مدينه ايجيبت. ايوه. وفي واحده منهم اعتقد في تكساس، في ولايه تكساس، واحده من المدن اللي اسمها ايجيبت فيها شارع اسمه ليتل ايجيبت رود، فمحدش اعترض ليه يا جماعه دول مسمينه ليتل ايجيبت رود، شارع مصر الصغير. أيوة. عارف اللي هو، فدي كلها في الاخر بالعكس دي كلها بتدي انطباع. عرفت تديها الفكره اللي. الحمد لله. والنهارده شفنا نتاجها، والنهارده اللي كان معترض بيقول لك الله ينور، والناس فهمت يعني ايه دي شركه رايحه في حته تانية خالص، وانها هتخرج بره عباءه. بالعكس انا دايما بقول من هنفضل طول عمرنا فخورين، احنا اتولدنا من رحم مدينه نصر. نعم. بس احنا النهارده مدينه مصر. ربنا يوفقكم.